يا هلا فيكم مشاهدينا. فقرتنا اليوم راح تكون غير عادية. طبعا اليوم عندنا موضوع يختص عن النحت. مثل ما انتم عارفين عالم النحت فيه فنانين وايد، لكن اليوم فنانة غير عادي، فنان يختص بنحت البيض. مثل ما انتم عارفين نحت البيض فيها صعوبة جدا، وهو شاطر بهالموهبة، وغير انه هو فنان تشكيلي ومختص بدورات خاصة من ناحية الأطفال، وطبعا عنده ورشة خاصة يستضيف فيها الأطفال، يسوي فيها المواهب من ناحية الرسم وبعد نحت البيض. مشاهدينا راح ناخذ جولة أكثر بهالورشة الجميلة ونرجع لكم مع ضيفنا ونتعرف عليه أكثر وأكثر. مشاهدينا طبعا رجعنا لكم مره ثانيه. الحين معانا ضيفنا الفنان التشكيلي صباح اسعد، حياك الله ببرنامجنا. يا هلا مرحبا. فنان واستاذنا، نبي نعرف اشمعنى اخترت موهبه النحت على البيض؟ طبعا انا فنان تشكيلي من عمر كنت صغير، كنت رسام ارسم كفن تشكيلي. في 2004 يعني انا طبعا بديت في 2004، وين هي شفت يمكن على الانترنت واليوتيوب في حق فنانين عالميين ينحتون على البيض، فيعني استهواني اني خليني ابدا، ولقيت صعوبه يعني بالبيضه ما عندي ادواتها ولا اعرف شنو ادواتها اصلا. كل اللي حطيت انه دريل، ورحت شريت دريل من السوق وانواع دريلات، ولا راضي يصير تنكسر. لما بديت شويه بس اي شنو بس اسوي ثقوب، كان هذا بدايه انطلاقه حقيقي. بعدين استمتاع فعلا لما تشتغل بالبيض يعني غير الرسم، يعني هذا الفن الرسم والتشكيل انواع يعني هالرسم، لكن البيض منحنى ثاني، فعجبني وبديت فيه من ذاك الوقت لليوم. طبعا البيض يحتاج دقه وتكنيك خاص من ناحيه النحت، كلمنا عن هالشيء اكثر. والله يعني هذا شيء مطلوب اساسي يعني في اللي هو النحت والنقش على قشر البيض. لان شنو البيضه هي كتله واحده، يعني ما فيها عروق تمشي عليها او مثلا لا اي اهتزاز يكسرها. فيبي لها فعلا يبي لها دقه، يبي لها صبر، ماكو شيء زول الا الحين اقضها ولا لا لا لا، لازم يبي لها طوله بال توقيت وشنو عشان كذي ياخذ فترات طويله. أي. فالدقه مطلوبه وتركيز، ولازم يكون عندي هدف ابي اوصل. حلو. مشاهدينا الحين راح ناخذ جوله بهالمكان الحلو ونشوف الادوات الموجوده واشكال البيض الجميله جدا، وغير هذا بعد ما نرجع لكم بهالجوله الجميله راح نرجع حق استاذنا فنان التشكيلي صباح، وراح نشوف معاه راح يكون عنده بيض راح ينحتها. نروح نجول بالمكان ونرجع لكم. احنا الحين موجودين بالورشه، راح ينحت البيضه اللي موجوده وراح نشوف ومن ندردش معك استاذ. طبعا في البدايه يمكن الناس تتساءل شلون افضي البيضه. طبعا بيضه الحين بيضه هذه نفسها بيضه الاكل يعني بيضه الدجاج. فاول شيء انا في دريل اقض من فوق اسكر واقض من تحت، انا مسكر صبعي هني وفي البيض اللي داخل الحين، فشنو انا بط الصفار او المحاها واقعد اخلطها عشان ابى اطلع، لان ما راح يطلع البيض. فلا شنو اخلط البيضه كلها، اسكر واقعد اخلي شنو اخلط عشان اسوي مزيج داخل البيض شوي. طبعا البيض داخل نظيف يعني هذا كلس يعني، فافضيه مثل صحن افضيه كله خلاص. ابى اغسلها الحين، احط شويه ماي بيدي اسحب ماي وفضيها بس تكون شفت. الحين هذه البيضه او طبعا نفس اي بيضه كذي نفس العمل اسويه، سواء البيض النعام او بيض الدجاج. يعطيك العافية، حبيتها وايد، دقيقة وما شاء الله عليك مبدع. الله يسلمك، شكرا. مثل ما انتم شايفين يلح فيها بيدك. راح احطها الحين المقلسة مثل ما قلت او بقزاز. نعم. وبعدها راح اخذها معي البيت.
يعطيك ألف عافية، ما قصرت من إبداع لإبداع إن شاء الله، وقواك الله، وإن شاء الله نشوفك معارض أخرى وتفوز أكيد هالمرة إن شاء الله خير. شكرا مشاهدين، أكيد اليوم استمتعتوا معنا بفقرتنا، طبعا المكان جميل ومبدع، في أشياء وايد حلوة مو بس تحت البيت، طبعا هو مبدع وإن شاء الله من إبداع لإبداع بإذن الله، أكيد استمتعتوا معانا وأنا مو قادرة أطلع من هالمكان وكثر ما هو جميل. إن شاء الله تشوفونا بحلقات أخرى وفقرات أجمل وأجمل. مع السلامة.